الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا، امين. وقال المصنف: وتقديم مفعوله ونحوه عليه برد الخطايا في التعليم كقولك زيدا عرفت، لمن اعتقد انك عرفت انسانا وانه غير زيد، وتقول لتاكيده لا غيره، ولهذا لا يقال ما زيدا مرضت ولا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، بعد ان تحدث عن الحكمه في حذف المفعول وذكر أنه يحذف لعدة نكات بلاغية، فتارة يقدر وتارة لا يقدر، أراد أن يتحدث عن تقديم المفعول على الفعل، وحق المفعول في الحقيقة أن يتأخر، فيأتي الفعل ثم يأتي الفاعل ثم يأتي بعد ذلك المفعول. فإذا وجدت هناك نكتة بلاغية أو ميتة بلاغية، فحينئذ تقتضي أن يقدم المفعول على الفعل، أو أن يقدم المفعول على على الفاعل. فقال: أما تقديمه فلرد الخطأ في التعيين. لرد الخطأ في التعيين. التعيين معناه أن يكون هناك إنسان متردد في معرفة شيئين، يريد أن يثبت كل منهما لإنسان معين أو لشيء معين، ثم بعد ذلك تراه مترددا. كأن أقول مثلا: محمد شاعر وكاتب، وأنا لا أستطيع أن أثبت له أنه شاعر، ولا أستطيع أن أثبت له أنه كاتب، إلا أنني أعرف أنه متصف بصفة من هذه الصفات ضرورة، ولكن لا أستطيع أن أجزم بأنه شاعر، ولا أستطيع أن أجزم بأنه كاتب، فأنا متردد بين الصفتين. فإذا كنت مترددا بين الصفتين بحيث لا أستطيع أن أثبت هذه على وجه اليقين، ولا أثبت هذه على وجه اليقين، فحينئذ يأتي التعيين فأقول لك: محمد شاعر، فأكون قد عينت لك الصفة التي تكون مترددا فيها. مفهوم؟ يعني أنت متردد بين صفتين، لكنك تقول لا بد أن يكون محمد متصفا بصفة منهما ضرورة، لكن لا على وجه الخصوص والتحديد، لا على وجه التعيين، فأنت لا تعرفها، خلاص؟ فتكون مترددا بين كونه شاعرا وبين كونه كاذبا، لكنه لا شك متصف بصفة منه من هاتين الصفتين. لا تستطيع أنت أن تثبت يقينا أنه شاعر، ولا تستطيع أن تثبت يقينا أنه كاذب، لأنك متردد في إثبات أي صفة من هاتين الصفتين. فأنا أقول لك: محمد شاعر. يبقى أنا عينت لك إيه؟ عينت لك كونه شاعرا وأثبتت لك باليقين. فرد الخطأ في التعيين كيف؟ أنت في المثال الذي يعني ذكره معنا هنا: زيدا عرفت، يعتقد أنك عرفت إنسان، لكن لا يستطيع أن يعين أهو عمرو أو هو بكر أو هو زيد، ما يستطيعش التعيين، لكنه يعلم ضرورة أنك عرفت إنسان. لكن إذا قلت له: اجزم بالإنسان الذي عرفته، يقول: لا أستطيع، ولا أستطيع أن أعين. فأنت تعين له الشخص الذي عرفته فتقول: زيدا عرفت، يعني فتقدم هذا المفعول الذي هو زيد على قولك عرفت الذي هو الفعل والإيه والفاعل. فإذا قدمت المفعول يبقى رددت الخطأ في التعيين. كيف رددت الخطأ في التعيين؟ وما وجه رد الخطأ في التعيين هنا؟ ربما لا يصدقك ذلك الإنسان حين يقول لك، تقول له: زيدا عرفت، خلاص؟
فأنت يمكنك أن تثبت ذلك بقولك زيدا عرفت لا غيره. زيدا عرفت لا إيه؟ لا غيره. يبقى كأنك قصرت المعرفة على زيد بعد أن كان صاحبك المخاطب يعتقد أنك عرفت إنسانا قد يكون زيدا وقد يكون عمرا وقد يكون بكرا ونحو ذلك، فأنت تقول له زيدا عرفت لا غيره. هنا كلمة لا غيره هذه هي التي ردت الخطأ في التعيين، مفهوم؟ كلمة لا غيره هذه هي التي ردت الخطأ في التعيين. نعم، التقديم هو الذي رد الخطأ في التعيين. بارك الله فيك. التقديم هو الذي رد الخطأ. كلمة لا غير هذه جاءت تأكيدا لذلك التقديم. طب وما السبب في أن التقديم يرد الخطأ في التعيين؟ قال لك لأن التقديم دائما من شأنه الاختصاص. دائما من شأن التقديم الايه؟ الاختصاص. يبقى إذا احنا معناه في هذا المثال زيدا عرفت يكفينا هذا، لكن إذا أردت التأكيد أقول زيدا عرفت لا غيره. فهل الذي رد الخطأ في التعيين هو قولك لا غيره، أو الذي رد الخطأ في التعيين هو زيدا عرفت؟ زيدا عرفت، يعني تقديم المفعول. فلماذا كان التقديم؟ قالوا لأن التقديم دائما يفيد الايه؟ الاختصاص. ولذلك يصح لك أن تقول زيدا عرفت. زيدا ايه؟ عرفت. خلاص كده؟ تفضل. ولهذا لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره، ولا ما زيدا ضربت ولكن أكرمته. وما زيدا ضربت ولا غيره. ما زيدا ضربت ولا غيره. النفي هنا دائما متوجه إلى ماذا؟ ما زيدا ضربت. الضرب واقع، ولكنني لا أدري من الذي ضرب، أهو زيد أو هو غير زيد. فإذا قلت ما زيدا ضربت لا يصح أن تقول ولا غيره. ولا غيره، خلاص. ما زيدا ضربت ولا غيره. كيف؟ لأنك بقولك ما زيدا ضربت ونفيك الضرب عن زيد، عن شخص يعني معين اسمه زيد، ألمحت بأن ضربا قد وقع. ألمحت بأن ضربا قد وقع منك أنت أيها المتكلم. فحين تقول ما زيدا ضربت ولا غيره ناقضت قولك. ناقضت إيه؟ قولك. لأنك هنا قد أشرنا إلى تلك المسألة قبل ذلك نحن، لو تتذكرون يعني. لو قلت ما زيدا ضربت ولا غيره، قولك ما زيدا ضربت ألمحت هنا أن هناك ضربا قد وقع، لكن هذا الضرب لم يقع على مين؟ على زيد. يبقى في ضرب وقع ولا لا؟ فيه ضرب قد وقع. فإذا قلت ما زيدا ضربت ولا غيره، يبقى إذا أثبتت ضربا ونفيت وقوع ضربي، فأصبح هنا تناقض في كلامك. أصبح هنا تناقض في إيه؟ في كلامك. لكنك لو قلت ما زيدا ضربت ولكن أكرمته، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأنك تنفي الضرب وتثبت شيئا إيه؟ وتثبت شيئا آخر غير الإيه؟ غير الضرب. واضح الكلام؟ ما زيدا ضربت ولا غيره ينفع؟ لا يصلح. ما زيدا ضربت ولكن أكرمته ينفع، أو كده. لأننا لو قلنا ما زيدا ضربت ولا غيره أثبتنا التناقض ولا إيه؟ وإذا قلنا ما زيدا ضربت ولكن أكرمت، ماشي أنت حر. ما زيدا ضربت يمكن تكرمه، يمكن تجوزه، يمكن تعمل له أي حاجة على كيفك، إنما المهم أنك لم تضربه، تمام؟ لكن يبقى أن هناك ضربا قد وقع منك لشخص. لو قلت لي ولا غيره يبقى أنت تناقضت في كلامك، وإلا فما داعيك إلى النفي؟ فما داعيك إلى نفي الضرب عن زيد؟
ها؟ مفهوم يا مشايخ؟ اي نعم. مولانا الاخيره اللي هي اللي بتنفع لي ولا يعني ما زي ضربت واكرمت. يعني زيها زي الاضطراب. زيها زي ايه؟ الاضطراب. الاضطراب ازاي؟ يعني مثلا زي كلمه بل دي لما الواحد الاضراب. تقصد الاضراب يعني؟ لا ده استدراك. ده ليس ادراك. ده استدراك. ما زيدا ضربت ولكن اكرمته. خلاص؟ وان كان بعض العلماء يعني قال فيها ما تنفعش دي، قال لك لان الكلام متوجه لنفي الضرب، مالنا ومال الاكرام احنا في هذا الوقت. لكن بالنسبه للغه تنفع، ما زيدا ضربت ولكن اكرمته ماشي مفيش مشكله. نعم. واما نحو زيدا عرفته فتأكيد إن قدر المخسر قبل المنسوب وإلا فتخصيص. طيب إحنا دلوقتي عندنا وأما نحو زيدا عرفت ولا عرفته؟ عرفته. أهو كده. يبقى مش نحو زيدا عرفته، لازم فيها في الآخر. أيوة. مش كده برضو؟ نعم. وأما نحو زيدا عرفته، إحنا زمان أنتم قد درستم بابا يسمى باب الاشتباه، أليس كذلك؟ بلى. كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهنا الضمير المفسر، هنا المفسر ده هل يقدر قبلا يعني قبل المفعول أو يقدر بعد المفعول؟ فإن قدرته قبل المفعول، قبل المفعول المقدم ده، تقول ضربت زيدا ضربته. ضربت زيدا ده ايه؟ ضربته. ورأي آخر يقول لا، بل يقدر بعد العامل، بعد الفعل اللي هو عرفت الأول الثانية اللي معانا. يعني زيدا عرفت عرفته. يبقى مرة يقولوا هذا العامل اللي هو المفسر ده سيكون مقدما، فأقول زيدا ضربت ضربت زيدا ضربته. يبقى كده عملت ايه؟ قدمت ولا لا؟ قدمت. حينئذ لا يكون هذا من باب الاختصاص، وإنما يكون ذلك تأكيدا. يكون ذلك ايه؟ تأكيدا. يعني لو قلنا في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، لو قدرنا وبنينا السماء بنيناها، هيبقى بنيناها الثانية تأكيد لمين؟ للأولانية. الفعل اللي قدرناه قبل الايه؟ قبل المفعول. الفعل اللي قبل الفاعل والمفعول ده اللي احنا قدرناه في الأول، فسيكون ذلك تأكيدا. ولكن بعض العلماء يقول لا، بل يقدر فعل آخر بعد الفعل الذي جئت به بعد المفعول. فعل آخر بعد الفعل الذي جئت به بعد الايه؟ بعد المفعول. فتقول زيدا عرفته عرفته، أو زيدا عرفت عرفته. يبقى حينئذ يكون التقديم للايه؟ للاختصاص. ويصلح أن يكون ردا للخطأ في التعيين. يصلح أن يكون ردا للخطأ في التعيين. إذا أن ترجع إلى باب الاشتغال، فالذي يقدر المفسر قبل الفعل، قبل المفعول يعني، يبقى ما بعده تأكيد. والذي يقدر المفسر بعد المفعول فحينئذ يجعله للاختصاص. إذا قلت زيدا ضربت ضربته، يبقى ده للإيه؟ للاختصاص. فإذا قدرنا ضربت زيدا ضربته ضربته، يبقى للإيه؟ يبقى هذا للتأكيد. نعم. وهذان رأيان عند العلماء. وأما النحو وأما ثمود فهديناهم فلا يفيد إلا التخصيص. نعم. وكذلك قولك لماذا أما ثمود فهديناهم، احنا عندنا قراءتين. واما ثمود فهديناهم، ده قراءة الرفع اللي هي المشهورة بتاعتنا. وفي قراءة ثانية واما ثمود فهديناهم. لا يصلح ان تقول اما فهدينا ثمود هديناهم.
يعني لا تستطيع أن تقدم الفعل قبل تموت، مش ممكن، بل لا بد أن يكون الفعل مقدرا بعد تموت أو موجودا بعد تموت. فتقول إيه؟ وأما ثمود فهدينا هديناهم، يبقى لا يصلح إلا أن يكون للإيه؟ للتخصيص فقط، مفهوم؟ لا تستطيع أنت أن تقول أما هدينا ثمود فهديناهم أو أما فهدينا ثمود هديناهم، لا يصلح هذا أبدا، مفهوم؟ ولا ما فهمتوش الكلام ده؟ يبقى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، كأن الشيخ أراد أن يقول إنك إذا قلت زيدا عرفته يصح أن تجعل المقدر قبل المفعول وبعده، ويصح أن تجعل المقدر بعد المفعول ويكون للاختصاص. هذا المثال يصلح فيه ذلك، وكذلك في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد يصلح فيه ذلك. وأما نحو وأما ثمود هو بينبه بس على حاجة، ربما واحد يظن أن كل الأمثلة دي مضطردة في أن يتقدم فيها ما يقدر ثم يؤتى بمفسره بعد المفعول. أراد أن يقول لا، هناك أمثلة جاءت على باب الاشتغال، ولكن لا يصلح أن تقدر قبل المفعول شيئا، بل لا بد أن تقدره بعد المفعول. فيكون من ذلك قوله تعالى وأما ثمود في قراءة من قرأ بالإيه؟ بالنص، وأما ثمود فهديناهم أي هدينا ثمود، ما ينفعش، لا، يبقى وأما ثمود فهدينا هديناهم ينفع، لا بأس بذلك، يبقى لا يفيد إلا الاختصاص، تمام؟ نعم. وكذلك قولك بزيد مررت، والتخصيص واجب كذلك قولك بزيد مررت، فإنه لا يفيد إلا لإيه؟ إلا الاختصاص. ليه؟ لأنك يتوهم أحد أنك مررت بغير زيد فتقول بزيد مررت، أي لا بغيره، بزيد مررت أي لا إيه؟ أي لا بغيره، فلا يصح أن تقول مررت بزيد مررت، ما ينفعش، لأنه لم يوجد هنا ضمير يقتضي إعادة الفعل مرة ثانية، ليس هنا ضمير يقتضي إعادة الإيه؟ إعادة الفعل مرة إيه؟ مرة ثانية، نعم. وكذلك قولك بزيد مررت والتخصيص لازم للتقديم واجبا، ولهذا يقال في إياك نعبد وإياك نستعين معناه نخصك بالعبادة والاستعانة. لماذا كان التخصيص لازما للتقديم؟ وقال الشيخ هنا غالبا خيار، لأن هناك أشياء لا بد أن تقدم لأن حقها التقديم ولا تفيد التخصيص، كتقديم ما حقه التقديم، تقديم المبتدأ على الخبر، هذا هل يفيد التخصيص؟ لا. تقديم الفاعل على المفعول هل يفيد التخصيص؟ تقديم صاحب الحال على الحال هل يفيد التخصيص؟ لا. فلذلك قال والتقديم والتخصيص لازم للتقديم غالبا، يعني فيما ليس حقه أن يقدم، يعني حقه أن يكون مؤخرا لكنه قدم فيلزمه التخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص التقديم طريق من طرق القصر، والقصر من أهم فوائده التخصيص، القصر من أهم فوائده التخصيص، لأن معنى القصر حبس المقصور على المقصور عليه، ومعنى حبس المقصور على المقصور عليه عدم تعدي الصفة التي قصرتها على غير المقصور عليه، معنى حبس يعني حبست الإنسان في مكان خصصته به، كقوله تعالى حور مقصورات فيه، حور مقصورات أي محبوسات لا يتعدينها إلى غيرها، مش يروح مثلا يخرج برا يجي يلاقيها مش موجودة في البيت، زي الشاعر ما قال كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريت ولا إيه ولا عجب، فقالوا إن محبوبتك معيبة،
فقال لماذا؟ قال انها خراجه ولاجه، يعني دائما تخرج من البيت وتدخل البيت، ما دام كل شويه تروح لجارتها وجارتها كده، يبقى معنى كده انها مش مستقره في مكان. وهذا عيب بالنسبه للمراه، ان كانت المراه خراجه ولاجه تخرج من البيت تدخل في البيت تخرج، فهذا عيب بالنسبه ايه؟ بالنسبه لها. انما حور الجنه قال الله تعالى حور مقصورات، محبوسات في الخيام. خلاص؟ واحد يقول لي طب ما بتخرجش تتفسح كده شويه ولا ارجع؟ يقول له ده الانسان في الجنه يجلس الجلسه بمقدار 70 سنه لا يسأمها. يعني ما يعني هو يجلس كده اهو لا يحرك نفسه 70 سنه، واذا تحرك فهو لا يسأم من الجلس السابق. مش دلوقتي انا اقعد كده مثلا شويه وابص الاقي نفسي عمال اعمل كده واعمل كده وهو الى اخره، وبعد ساعه اقول لك لا ده احنا اتاخرنا وعايز اقوم ومش عارف ايه، لا. وده هيقعد 70 سنه في جلسه اتكاءه واحده لا يحب ان يتغير منها الى غيرها، وانما يتغير منها الى غيرها متعه ونعيما. يعني مش هو متضايق من القعده دي ولا تعب ولا حاجه، لا، ده بيتغير منها الى غيرها لزوم المتعه ولزوم الايه؟ النعيم. كان في تلك الجلسه نعيم، وفي الاخرى التي بعدها مذاق اخر لنعيم اخر لم يحسه في الماضي. دي اشياء يعني ايه تاني؟ خلاص كده؟ فقوله تعالى حور مقصورات اي محبوسات. افضلوا قاعدين في الخيام كده ما بيتحركوش ابدا. خلاص؟ وقال تعالى فيهن قاصرات الطرف، يعني حابسات طرفهن على ازواجهن. مش تقعد تبص كده وشمال ويمين تشوف ده اطول من ده ولا ده اقصر ولا ده شكله حلو ولا ده شكله هبكع بقى عجوز ولا ده لانه شابت ولا ده يحصل الكلام ده؟ لا، ما فيش كلام زي ده. فيهن قاصرات الطرف من تمام النعيم ومن تمام المتعه. ولذلك نقول للمرأة التي تحب أن تخرج ولنتهز فرصة، نقول إن من تمام نعيمك أن تكوني محبوسة في بيتك، لأن الذي خلقك خلقك على هذا الوضع. الذي خلق، واحد يقول لك ما تخرجش ما تتمشاش كذا كذا، النساء الآن يقول لك وأنا أقعد دايما في البيت، نقول لها أنت خلقت لهذا. زي ما الراجل اتخلق لأنه كل شوية يجري، انت اتخلقت لانك تبقى راكنه كده في البيت راكده، وهذه متعتك التي خلقك الله تعالى لها. خلاص؟ فالاختصاص لانك تستطيع ان تثبت الحكم وتنفيه عما عداه. كمان ميزه ثانيه في التقديم يفيد الاختصاص. لماذا؟ قلنا لانه يفيد القصد، ثم انه يفيد إن أثبت حكما أو نفى عن حكم أفاد ضد الحكم الذي أثبته أو الذي نفاه. خلاص؟ يقول الله تعالى إيه؟ ولله غيب السماوات والأرض. هات المقابل. ها؟ لله غيب السماوات والأرض، يعني لا لغيره. هذا المقابل أهو، لأنك أثبتت ونفيت. لكن لو أن قائلا قال الله يعلم غيب السماوات والأرض، يبقى يمكن أن يكون تنفي عما عداه؟ ما ينفعش. خلاص؟ لو قلت لزيد الدار تستطيع أن تقول ماذا؟ لا لغيره. لكن لو لا تستطيع أن تقول لزيد الدار ولمحمد ولعلي وكذا، اقول لك ايه التناقض ده؟ امال قدمت ليه طيب؟ خلاص كده؟ طيب لو قلت هذه الدار لزيد، يبقى ينفع تقول ايه؟ ولعمر ولبكر ولخالد. فعشان كده ده يفيد التخصيص، دائما التقديم يلزم الايه؟ التخصيص. والتقديم الذي يلزم التخصيص تقديم ما حقه ان يؤخر، خلي بالك. أما تقديم ما حقه أن يقدم فده بنبحث له عن ميزة تانية، لو قدمناه في البلاغة نبحث له عن ميزة أخرى. مفهوم الكلام ده؟ طيب. ولذلك ذكر عبد القاهر رحمه الله أن الفائدة في التقديم شيئان، إما الاهتمام به وإما التخصيص.
إما الاهتمام بشأنه وإما الإيه وإما التخصيص. خلاص كده. وعلى كل حال الزمخشري يبدو أنه وافقه في هذا الإيه في هذا الأمر. طب مين الأول؟ كان الزمخشري ولا عبد القاهر؟ ها؟ لما؟ انتوا حبايب عبد القاهر، ما هو الزمخشري بليغ برضه، بتاع بلاغة. هو الزمخشري ما ألفش في البلاغة، الراجل ده هو عمل كتابه في البلاغة والبيان والبديع. يعني هل معنى ذلك ان عبد القاهر اول من ألف في البلاغة يبقى ما فيش قبله كان حد تاني؟ امال ابن المعتز عمل ايه؟ المعتز بدري قوي عن عبد القاهر. ابو هلال العسكري ماذا صنع؟ ابن رشيد ماذا صنع؟ قدامة بن جعفر ماذا صنع؟ الجاحظ ماذا صنع؟ المبرد ماذا صنع؟ ابن قتيبة ماذا صنع؟ كل هؤلاء ألفوا، لكن عبد القاهر هو أول من جمع شتات هذه العلوم أو هذه المؤلفات المتناثرة في الكتب وإيه؟ وجعلها في كتاب. هذا ما يقال عن عبد القاهر، لكن مش معنى ذلك أن عبد القاهر أول من ألف في البلاغة. يمكن أن تقول عبد القاهر أول من صنف في البلاغة، لكن أول من ألف لا. لا، التأليف أن تجمع شيئا وتخترعه أنت من عند نفسك، وأما التصنيف أن تجد أشياء متفرقة ثم تصنفها. فعبد القاهر فعلا صنف في البلاغة، يعني وجد أشياء متفرقة ثم إيه؟ ثم صنفها ورتبها. صنفها وإيه؟ ورتبها. ولذلك في كتاب واحد عامله اسمه تصنيف الناس. هل هو مؤلف الناس؟ هل الناس هو اللي مؤلفهم هو اللي مخترعهم؟ لا، هو يصنف الناس على طبقات. خلاص؟ الشيخ لما يقول لك في الفقه يقول لك قال المصنف، المصنف اللي هو صنف إيه؟ جمع كلام الفقهاء وصنفه في أبواب محددة ورتبه في أبواب محددة، مفهوم؟ أما التأليف ففيه الجمع والإضافة والاختراع، الجمع والإضافة والإيه؟ والاختراع. نعم. وفي فإذا الله تشارون، لا، دلوقتي ذكر هنا في قوله تعالى إياك نعبد، قدم ضمير المفعول أو المفعول وهو إياك على نعبد. لماذا؟ لاختصاص أو لتخصيص الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. إياك نعبد، يصح أن تعطف فتقول إياك نعبد لا غيرك، تعطف بلا هنا ولا تعطف بغير الله، فلا تقول إياك نعبد وكذا وكذا، ما ينفعش الكلام ده، يبقى فيه تناقض، يبقى فيه تناقض. لو قال نعبدك لإيه؟ لصح العطف، وحينئذ ينتفي الاختصاص، ولكنه لما قال إياك نعبد وكأن الشيخ رحمه الله شيخ المؤلف يعني أتى بتلك الكلمة لاتفاق العلماء مفسرين وبلاغيين على إفادتها على تمثيل بما يفيد الاختصاص بقوله تعالى إياك نعبد، لأن المفسرين زي الزمخشري وغيره تكلموا في هذه المسألة فقالوا إن ذلك يفيد التخصيص. خلاص. ومثله قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، المطلوب أن تعبدوه أو أن تخصوه بالعبادة؟ أن تخصوه بالعبادة إن كنتم إياه تعبدوه. خلاص؟ يعني لا نطلب منكم أن تعبدوه فقط، ولكن نطلب منكم أن تخصوه بالعبادة، لأن من الممكن أن يعبدوه ويعبدوا كذا ويعبدوا كذا ويعبدوا كذا، فقال تعالى المطلوب إن كنتم إياه تعبدوه. ومنه قوله تعالى فإياي فارهبون، وقوله تعالى فإياي فاتقون، وإياي فاتقون، فإياي فارهبون، كل هذا للتقديم والتخصيص، يعني لا ترهبوا غيري. وسبحان الله، نحن الآن في البلاغة والبلاغة ميزان، إذا نظرت إلى قوله تعالى فإياي فارهبون وجدت أنها أتت في إيه؟
في موضعها. اقرأ قوله تعالى هنا في هذه الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فإيه فارهبوا. لأن بعضهم قد يظن أنه إذا أوفى بعهد الله تعالى ولم يكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس وآمن بما جاء به جاءت به التوراة سيلقى من علية اليهود بأسا شديدا. لأن علية اليهود كانت لهم أهواء، وتلك الأهواء كانت تقتضيهم أن يذهبوا إلى أحبارهم وأحبارهم فيطلبون منهم أن ينزلوا التوراة على أهوائهم، يعني ينزلوا ما جاء في التوراة على إيه؟ على أهواء العلية والرؤساء، خدت بالك؟ فقال الله تعالى لهم: أوفوا بعهد، أوفي بعهدكم وإياي فإيه؟ فارغبوا. يعني أنا الآن أحثكم وأنصحكم أن توفوا بعهدي وأنا أوفي بعهدكم، رغبكم. ثم قال بعد ذلك: فإذا لم ينجع معكم الترغيب فلا يصلح إلا الرهبة وإياي فارغبوا. يبقى كده إيه؟ الآية مناسبة ولا لأ؟ طب والتانية: وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. لأن اشتراءهم بالآيات ثمنا قليلا معناه خوفهم لمين؟ للفقر، عايزين أموال وعايزين غنى، ولما يشتروا بآيات الله تعالى أثمانا قليلة ويكتبوا الكتاب بإيديهم يقول لك إحنا في الحالة دي هنبقى أغنياء. فقال الله تعالى لهم: لا تخشوا الفقر واتقوني أنا وإياي فإيه وإياي فاتقون. يبقى كل آية مناسبة لموضعها. وقوله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون يفيد الإيه؟ يفيد التخصيص أيضا. نعم. وفي ما إلى الله تحشرون معناه إليه تحشرون لا إلى غيره، يعني هذا يفيد الاختصاص ويصح أن تؤكده بقولك لا إلى إيه؟ لا إلى غيره، فأنت تثبت الحكم وتنفيه عن مقابله. نعم. ويفيد في الجميع وراء التخصيص اهتماما بالمقدم. أهو كده. ولهذا يقدر في بسم الله مؤخرا وأريد نأتي بعد ذلك ببعض الآيات أو بعض الأمثلة في هذا الموضوع لتفيدنا أكثر. يقول الله سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انظر في الشطر الأول للآية: لتكون شهداء على الناس. وقال في الآية الثانية: ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا أخر صلة الشهادة وهي على الناس، وفي الآية الثانية قدم صلة الشهادة وهي قوله تعالى: عليكم شهيدا. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه لا يريد الاختصاص في الأولى التي أخر فيها صلة الإيه؟ صلة الشهادة، كأنه يريد أن يقول: يا أمة محمد أنتم ستكونون شهداء على جميع الأمم، لا تخصون أمة دون أمة. وفعلا نحن سنكون شهداء على جميع الإيه؟ على جميع الأمم، كما ورد في حديث في البخاري وغيره، ورد في حديث أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بها يوم القيامة فيقول الله تعالى للأمم السابقة: هل بلغتكم رسلكم؟ فيقولون: ما بلغتنا. انظر كيف كذبوا حتى على أنفسهم. فيقول: من يشهد على ذلك؟ فتقول أمة محمد. لا، يأتي بالرسل فيقول: أبلغتموهم؟ فيقولون: نعم يا رب بلغنا. دول بيقولوا ما بلغناش، والرسل بيقولوا إيه؟ بلغناه. فيقول: من يشهد على ذلك؟
فتقول أمة محمد نحن نشهد على ذلك أن الرسل بلغت أممها فيشهدون. يبقى هذا معنى لتكونوا شهداء على إيه؟ على الناس. فتقول الأمم يا رب إن الشهادة يشترط فيها الرؤية والمعاينة، وهؤلاء لم يعاينوا ولم يرونا بل جاءوا بعدنا، فكيف يشهدون علينا وتقبل شهادتهم؟ فيقول تعالى لهم كيف تشهدون عليهم ولم تروهم، لأمة محمد كيف تشهدون عليهم ولم تروهم، فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغتهم ونبينا أصدق عندنا من رؤية أعيننا فشهدنا على شهادته. فشهدنا على إيه؟ على شهادته. ويؤتى بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قوله لتكونوا شهداء على الناس فيه اختصاص؟ لا، عشان كده أخرت صلة الشهادة. ولكن قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا ذلك اختصاص بشهادته على أمته وحده صلى الله عليه وسلم. عليكم أنتم أيها وجئنا بك شهيدا على مين؟ على هؤلاء. فلما كان المقصود عشان تعرف بس أن القرآن ده كان أعجز العرب ليه، لما هم بدأوا يفتشوا في كل كلمة فيه فوجدوا أنه كل كلمة وضعت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ قال ويكون الرسول عليكم شيء، قدم صلة الشهادة لأن شهادته صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للاختصاص أو مختصة بأمته صلى الله عليه وسلم، بأمته صلى الله عليه وسلم. آية أخرى أيضا تمرينا لنا على هذا التقديم وبيانا لبلاغة القرآن الكريم، يقول عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأرسلناك للناس رسولا، قدم للناس على رسولا. هنا لما نيجي نقول وأرسلناك رسولا، أرسلنا ذا فعل وفاعل والكاف مفعول ورسولا مفعول ثاني. طيب وكلمة للناس صلة جار ومجرور متعلق بأرسلناك، متعلق بأرسلناك للناس، مش كده ولا ايه؟ طيب هنا لم يقل، مع اني طبعا احنا عندنا المفعول الاول يأتي ثم يأتي بعد ذلك المفعول الثاني، لكن التنسيق في الآية غير كده، قال وأرسلناك جاب المفعول الاول ولم يأتي بالمفعول الثاني، وجاء بالصلة ثم جاء بالمفعول الثاني مؤخرا. خلاص كده؟ لماذا إذن قدم قوله تعالى للناس؟ أولا نبحث الناس هؤلاء، هل ألف الناس هذه لا يصلح أن تكون للعهد؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني للناس المخصوصين المعهودين اللي هم مين؟ العرب، مش كده ولا إيه؟ طيب يبقى معنى ذلك أن الله تعالى أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لمين؟ للعرب، للناس اللي هم العرب دول. وهذا شيء ليس بصحيح، لأن الآية الثانية بترد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، مفهوم الكلام ده؟ طيب وبعض اليهود آمنوا بالرسالة ولكن قالوا هو رسول إلى العرب فقط، ولذلك اشترط في إسلامهم أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للناس كافة، لأنهم معتقدون اعتقادا فيجب أن يتبرأوا منه، يجب أن يتبرأوا منه، وكل إنسان كان معتقدا اعتقادا خاصا قبل أن يسلم يجب أن يتبرأ منه، مفهوم؟ يبقى إذن نرد أن تكون ألف الناس للإيه؟ للعهد، لأنها لو كانت للعهد هيبقى الرسول مرسل إلى مين؟ إلى ناس معينين العرب. طيب وهل يصلح أن تكون للجنس؟ ها؟ يعني لمسمى الناس؟
جنس الناس لا يصلح أن تكون للإنس للجنس. لماذا؟ لأن الجنس إذا صدق على بعض أفراده صح ذلك أو لم يصح؟ صح ذلك. فإذا قلت الإنسان حيوان يكتفي الإنسان بأي إنسان فقط، فلا يفيد ذلك العموم، وإن كان الحكم هيبقى عام، إلا أنه إذا صدق على بعض أفراد ما صدق على الإنسان كفى أو لم يكفي؟ كفى. فيقتضي ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إما لبعض الإنس، إذ يصدق البعض على الجنس، وإما لمسمى الناس أي الإنس، فيقتضي ذلك أنه ليس مرسلا إلى الجن، فلا يصلح أن تكون هل للجن. إذن لم يبق إلا شيء واحد، وهو أن تكون أن لاستغراق الجنس، للاستغراق عامة. ويقتضي ذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم جاءت للخلق كافة، قد يقول قائل إذا قال للناس، فالناس معروفين، الناس المخصوصين دول، يعني هنقول ماشي معاك العرب والعجم والدنيا كلها الناس، لكن فين الجن هنا في هذا المسألة؟ في هذه المسألة أين الجن في هذه المسألة؟ خلاص نقول أولا الجن يسمون ناس أيضا، لماذا؟ لأنه إن أخذنا كلمة الناس من ناس ينوس إذا تحرك، فالإنس والجن يتحركون، يبقى الآية عامة ولا لا؟ فإن قال قائل فقد عطف الله الناس على الجنة في قوله تعالى من الجنة والناس، فكيف يكون ذلك؟ نقول إذا نظرت إلى الآيات قبلها وجدت أن الناس مطلقة على كل الإنس والجن، لأن الله حين يقول قل أعوذ برب الناس، استنى ما افهمها كده، قل أعوذ برب الناس، أي ناس؟ كل الناس، هو رب الناس الإنس ومش رب الجن؟ وانت لما تعوذ هتعوذ من الإنس بس ولا من الإنس والجن؟ كويس كده؟ ملك الناس هو ملك مين؟ كله ولا الإنس والجن ولا لا؟ طيب إله الناس، إله من؟ الإنس والجن. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور مين؟ في صدور الناس. أراد أن يفصل هؤلاء الناس فقال من الجنة والناس، فكأن الناس الأخيرة دي اصطلاح عرفي لما تعرف عليه أن الناس هم الإنسان، وإن كان في الحقيقة الناس تطلق على الإنس والجن، بدليل الآيات ماشية كلها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، كان هيقتضي بقى يقول إيه؟ قل أعوذ برب الناس والجن ملك الناس والجن إله الناس والجن من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس والجن، وبعدين يقول من الجنة والناس؟ لا، ده هو قال قل أعوذ برب الناس بس، وبعدين لما جه يفصلها في الآخر تفصيلا على حسب العرف الذي تعرف عليه أن الناس وضع والجن وضع، فقال من الجنة والناس. يبقى قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا لتفيد أنه رسول إلى جميع الناس، أي أنه صلى الله عليه وسلم رسالته مختصة بجميع الناس كلهم، إنسهم وإيه؟ إنسهم وجنهم. قال والتقديم دائما يفيد الاهتمام بالشيء، لأني قلت لكم إن عبد القاهر يقول إن التقديم دائما يفيد التخصيص والاهتمام بشأن المقدم. تمام، فضل. ما هو قلنا تفصيل عرفي، وبعدين هو ما قالش يا معشر الناس هنا،
يا معشر الجن والناس، وقال الناس، أنا لما أتكلم أتكلم عن الناس، إنما الإنس إذا قلنا إنس لا يطلق إلا علي وعليك وعلى الإنسان، لكن لما يقول الناس تطلق على الكل، على ده وعلى ده وعلى ده، إلا إذا خصصها مخصص. خلاص؟ نعم. ولهذا يقدر في بسم الله مؤخرا وأورد اقرأ باسم ربك، يعني أن التقديم دائما يفيد الاختصاص والاهتمام بالشأن الشيء. ولهذا قيل قدم جعل الايه، قدم قوله تعالى بسم الله وجعل الفعل فيه مؤخرا، لأن هنا خلاف بين العلماء. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردت أن تفعل شيئا، هل الفعل مقدم يعني العامل مقدم ولا مؤخر؟ فالراجح كونه مؤخرا على رأي كل العلماء، الراجح كونه مؤخرا يعني تؤخره. إن أردت أن تقول بسم الله أقرأ تقول بسم الله أقرأ، مش أقرأ بسم الله، آكل بسم الله آكل، ولا تقول آكل بسم الله. لماذا؟ لأن الاهتمام دائما يكون مقدما بشأن البسملة. بشأن مين؟ بشأن البسملة، والذي جاء بعد البسملة لا شك أن له التأخير عليه، لا شك أن له الايه؟ التأخير عليه. العلماء عارضوا هذا بقوله تعالى، قالوا يا عم انتوا بتجعلوه مؤخر ليه؟ القرآن نفسه جعله ايه؟ مقدما. فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. قدم الفعل ولا أخره؟ قدم الفعل، فكيف تجعلونه مؤخرا؟ فأجابوا عن ذلك بأجوبة. أولها أن السورة هنا كانت من أول ما نزل من القرآن، فكان الاهتمام أولا بشأن القراءة، فلذلك قدمها على البسملة. كانت أول حاجة نزلت في القرآن، فالاهتمام المقصود إن إحنا نقول لك اقرأ، خلاص؟ وكان الاهتمام أولا بشأن القراءة، فلذلك قدمها. وقال بعضهم كالسكاكي، بل إن اقرأ متعلق بإقرأ الثانية، باسم ربك ده ليس متعلقا بإقرأ الأولاني، باسم ربك باسم ربك ليس متعلق بإقرأ الأولاني. أمال إيه؟ قال لك لا، ده هو متعلق بإقرأ الثانية، مفهوم؟ وكأنه يبقى باسم ربك جاء بالإقرأ، يعني اقرأ الأولانية معناها افعل القراءة أو أوجد القراءة، خلاص مش عايزين غير كده. أمال باسم ربك ده يتعلق بإيه؟ قال لك كأنه متعلق بقوله اقرأ وربك الأكرم، يعني اقرأ باسم ربك وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يبقى متعلق بإقرأ الإيه؟ الثانية مش الأولى، يبقى الأولى خالية عن الاختلاف اللي بين العلماء. وهذا الكلام ذكره في القزويني ولم يعقب عليه، لم يعقب عليه. وأنت ترى إن كنت ذا بصر وعقل أن هذا يقتضي تقديما طويلا، لأنه يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك وربك الأكرم، يعني شوف باسم ربك راح كانت فين، واقرأ الثانية بعد كم آية، بعد آيتين، يبقى في تفكيك شوية للنظم ولا لا؟ ما ليه اللي سهل ده عند السكاكي فارتكب هذا؟ قال لك أولا أخرج من أن أكثر القاعدة، وهي إيه القاعدة؟ ما القاعدة؟ ها؟ وهي أنك إذا قلت باسم الله فلا بد أن تقدر الفعل مؤخرا، فأنا مش عايز أكثر القاعدة دي، وعشان كده بتمحل وأقول ده هو تبع الثانية وليس تبع الدين، تبع الأولى. خلاص كده؟ خلاص كده. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الإيه؟ الأكرم. إنما احنا خلينا في الرأي الإيه؟ في الرأي الأول اللي هو إيه؟ أن القرآن
أن القراءة كانت أول ما نزل من القرآن، فكان الاهتمام بشأنه بشأن القراءة. وإن كان رأي السكاكي في هذا أيضا وجيه، له وجه أيضا. نعم. فأجيب بأن الأهم فيه القراءة، وبأنه متعلق بالقراءة الثاني. يعني الأولان هو إجابة رأي الجمهور، والثاني رأي مين؟ السكاكي اللي قلنا. نعم. ومعنى الأول أوجه القراءة، يعني مجرد طلب القراءة فقط، أوجد القراءة أو افعل القراءة. نعم. وتقديم بعض معمولاته على بعض، لأن أصله التقديم ولا مقتدى للعدول عنه، كالفاعل في نحو ضرب زيد عمرو. طيب يعني معلش هنكتفي إلى هذا الحد. احنا بقالنا قد إيه؟ ساعة وخمسة؟ إلا خمسة؟ يعني كويس إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفق، عشان الجو برضه حر شوية. أسأل الله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.